الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا شك أن لله عز وجل أولياء في هذه الأرض وفي جميع الأمم وعلى مر التاريخ، يختارهم الله عز وجل ويسددهم ويؤيدهم، ثم يطالب الناس بأن يقتدوا بهم. الأنبياء والأوصياء هم الأدلاء إلى الصراط المستقيم. أين يكون رضا الله عز وجل؟ أين يكون سخطه؟ هذا أمر يبينه الله للناس. ومن ثم كما لا يمكننا أن نخترع نحن طرقا إلى ربنا ونقول هذا ما يرضي ربنا وهذا ما يغضبه، كذلك لا يمكننا أن نختار الأنبياء اختيارا. لو أن جميع البشر اجتمعوا وقالوا ربنا نريد هذا الشخص أن يكون نبيا، فلا يعني أن الله يستجيب لهم ويعين ذلك نبيا، كما أنك لا تختار وريثك، يعني مجرد الوريث حتى بعد موتك، كذلك فلا يجوز أن نعين على الله أنبياء، لله أنبياء، لكن أن نقول يا رب إذا عينت هذا الشخص فنحن نتبعه، وإذا عينت غيره فنحن نرفض. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فيما يرتبط بأمور الدنيا أنتم أعرف بأمور دنياكم، لكن فيما يرتبط بأمور الآخرة وما فيها رضا الله وعبادة الله وطاعة الله، فهذا الاختيار إنما هو اختيار الله. أنبياء الله وأوصياء الأنبياء والأولياء إنما يحددهم ويختارهم ربنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا مقام جعلي رباني، ليس مقاما اختياريا بشريا. أما فيما يرتبط بأمور الدنيا مثل قضايا البلدية، قضايا ترتبط بالجانب المادي بإدارة شؤون الدولة وما شابه ذلك، فمن حق الناس أن يختاروا ممثلين عنهم. أما فيما يرتبط بتعيين طريق الله الذي فيه رضاه وتعيين ما يسخط ربنا وما يغضبه، فلولا أن هذا أمر إلهي ورباني ما كان الله يرسل الأنبياء وينزل عليهم الكتب. هؤلاء الأولياء بشكل عام في جميع الأمم يمتازون بمجموعة من الأمور. الأمر الأول أنهم يملكون العلم. ربنا قد يختار من لا يقرأ ولا يكتب نبيا، لكن يوحي إليه بالعلم. فالواحد جاهل ما يعرف أمر الله، ما يعرف أمور ترتبط بآخرة الناس، لا يمكن أن يكون نبيا. يعني المعروف أن نبينا لم يقرأ ولم يكتب، أغلب الأنبياء كانوا هكذا. يعني هل كان آدم هو الذي بيده القلم والورق ويكتب؟ أغلب الأنبياء ما قرأوا وما كتبوا. الآن يعرف يقرأ ويكتب وما كتب وما قرأ مسألة أخرى. يعني شنو قحط نبي يتعلم قراءة وكتابة؟ بسيطة السالفة.
نبينا بالذات لكي لا يتهم بأنه أخذ ممن سبقه ومن الديانات الأخرى التي تعرضت للتحريف ما قرأ وما كتب، لكن هل كان يعرف أن يقرأ وأن يكتب؟ هل كان باستطاعته مثلا أن يقرأ وأن يتعلم ذلك أو أن ينشد الشعر؟ كان ممكنا، مش مهم، لكن علمه من الله، لأن الأمر يرتبط بالآخرة، آخرة الناس. إذن جميع الأولياء يمتازون، سواء أنبياء أو أوصياء، يمتازون بالعلم، يمتازون بأنهم لا يخالفون أمر الله. الله يسددهم إما بالعصمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو بأية طريقة من الطرق ما كانوا عصاة لربهم. والسبب في ذلك أنهم قدوات، كل واحد منهم أسوة. ربنا يعين النبي ثم يقول للناس اتبعوه. النبي عند جانبين، جانب ساعي بريد، مجرد يأخذ كلام الله ينقله للناس، ما إلى حق يزيد حرف أو ينقص حرف. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني حتى كلمة قل في سورة صغيرة مثل سورة التوحيد لا يمكن أن النبي يحذف هذه الكلمة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد، هو الله أحد، ما في. قل جزء من الكلمة، فلا بد أن يأتي بهذه الكلمة. لا يستطيع أن يزيد شيء ولا حرف، هذا ساعي بريد، مجرد ناقل كلام الوحي إلى الناس. الجانب الثاني في الأنبياء هو أن الله يسدد خطاهم فلا يعصون الله. يعني هم أئمة، مو فقط نبي مرسل، إضافة إلى هذا المقام عند مقام الإمامة، يعني الناس لازم يتبعوه. المعروف أن الصلاة فيها 4000 حد، 1000 حد واجب، و3000 حد مستحب أو مكروه أو حرام أو مباح أو ما شابه ذلك. 4000 حد لعملية الصلاة، يعني هاي ركعتين صلاة اللي صليها صلاة الصبح فيها 4000 حد. هل النبي جلس وقام يدرس الناس هذه الحدود؟ لا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، حجوا كما رأيتموني أحج. كان قدوة للناس في أخلاقه، في تواضعه، في شجاعته، في حكمته، وكذلك في بعض الأمور. نعم، بالنسبة إلى نبينا المفوض إليه دين الله، رب العالمين فوض إليه أمور، وكان النبي إذا قال شيئا جعل الله إرادته بعد إرادة نبيه. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. لكن بشكل عام هؤلاء ما كانوا عصاة، وما يجوز إلا إحنا نقتدي بواحد عاصي ما دام هو يدعو إلى طاعة الله، فلا بد أن يكون منزها عن معصية الله. هذا التنزيه مو شيء شخصي، يعني لا قضية النبوة هي قضية ترشيح، تعالوا يا جماعة رشحوا أنفسكم من ومن عندكم يصير نبي، ولا قضية ولاية أولياء الله سواء كانوا عبارة عن الأوصياء أو غيرهم. إنما رب العالمين يخلقهم متمايزين مختلفين ثم يأمر الناس ولكم في رسول الله أسوة. الأمر الآخر، كان هؤلاء عدول في حياتهم، زهاد، بعد أن اشترطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك، كانوا زهاد، ولازم يكون زاهد حتى لا يكون عينه على أموال الناس، على حرمات الناس، يعني كانت عيونهم على الآخرة، يريد الوصول إلى رضوان الله وجنة الله. هذه قواسم مشتركة ما بين جميع الأولياء. نأتي بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو قدوة وأسوة وإمام.
يعني هو نبي الله يبلغه ما يريد، ومرسل ينقل ما قال الله له بمقدار معين. طبعا مو كل شيء، ان النبي ما تكلم مع احد كما في الاحاديث بكنه عقله قط، مو كل شيء اللي كان يعرفه قال بمقدار عقولنا، وهذا امر طبيعي. يمكن معلم مدرسة ابتدائية او حتى استاذ في الجامعة عنده علم اكثر مما يقول للطلاب، بس يشوف ما يتحملون فيقول بمقدار ما يستوعبون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقية الأنبياء الذين سبقوه وكذلك الأوصياء، هؤلاء كان جانب من عنده مكلفين بتبليغ الرسالة، بتبليغ ما يريد الله وما يرضى الله وما يسخط الله، هذا جانب من عنده. بس أكو مقام أعلى من هذا، مقام الإمامة. يعني النبي يأتي برسالة الله للناس، إضافة إلى قضية الرسالة ربنا يقول اقتدوا به. شوفوا شنو اللي يسوي، أنتم لازم تسووه، لازم تقتدون به. ما يفعله، ما يقوله، سكوته حجة، كلامه حجة، فعله حجة، كل هذه معناه أنه إمام. وإذ ابتلى إبراهيم بعد أن كان نبيا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، حينئذ قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني أولادي أيضا كلهم هؤلاء أيضا أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين. لازم واحد ما يكون ظالم، ما يكون قد عبد الأصنام، ما يكون قد عصى الله في الناس، لا ينال عهد الظالمين. هذا مقام الإمامة، ثم مقام الولاية فوق هذا الأمر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا مقام غير مقام النبوة وغير مقام الرسالة وغير مقام الإمامة، أولى بالناس من أنفسهم. فإذا قال النبي لأحد انتحر لازم ينتحر، مثلا أقول إذا طلب من أن يخرج من أمواله لازم يخرج من أمواله، الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، هنا ما يشتغل بالنسبة للنبي، هذا مقام رب العالمين لا يعطيه لكل الناس. وشيء مهم جدا أن أولياء الله يتميزون بالحقيقة بالصدق فيما دعوا إليه، ولذلك لا بد أن نعرف أن هنالك أولياء مزيفون وأنبياء كذبة ادعوا النبوة ولم يكونوا أنبياء، ادعوا أنهم أولياء ولم يكونوا أولياء. هذا الأمر إحنا لازم نكتشفه، نتعلم، نبحث عنه. مثل ما أكو عملة مزيفة وعملة حقيقية، وهذا واجبك يوم اللي تتعامل مع الدينار والدرهم والدولار والين والمارك وما شابه ذلك، أن ما تتعامل، ما تشتري، ما تأخذ عملة مزيفة فيما يرتبط بدنياك، بشراء ثوب، بشراء بيت، فكيف بالنسبة إلى الجنة؟ ولذلك النبي خط على الأرض خط مستقيم وخطوط إلى جانبه، قال هذا صراط الله وهذه صرط وعلى كل صراط شيطان يدعو إليه. في أنبياء مزيفين طبعا يدعون انهم انبياء، واولياء كذبه ادعوا لك ما كانوا، انت روح فتش، انت روح شوف من خلال ماذا. كما قلنا التقوى شيء في القلب، لا يمكن لاحد ان يفتش ما في القلوب وان يعرف الا خالق القلوب، لكن من خلال الممارسه، من خلال العمل، من خلال الموقف تعرف ذلك. انبياء الله كانوا زهادا في هذه الدنيا، سلطه ما يريدون. النبي كان يريد سلطة؟ ما يريد سلطة، دليل على ذلك مكة المكرمة، مسقط رأسه حيث بيت الله الحرام هناك، أخرج من مكة، بيته كان في مكة، كل هذه مكة يوم اللي فتحها ما بقي فيها، خلص أعماله ورجع المدينة، ما يريد السلطة، ما جاي على السلطة. الإمام عليه سلام الله عليه ما يريد السلطة، نعم في مقابل أفراد ذول الكذابين دجالين يريدون يظلمون الناس يقفون، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا. تقول لي إذا ما يردون الدنيا ليش يقاتلون؟ يقاتلون اللي باسم العدالة يريدون يظلمون الناس، باسم الحرية يصادرون حرية الناس. ونعم كانوا يقومون ضد هؤلاء كفار قريش، كان سيف النبي في مقابل السيوف لا في مقابل العقول، يعني ما رفع السيف على رؤوس الناس حتى يدخل الإيمان في رؤوسهم،
لكن في مقابل سيوف قريش طبعا يحمل السيف. انت اليوم لا تشوف في بعض الفئات ودول اقل من دولة يستخدم السلاح بحق الاطفال وبحق النساء، في مقابل هؤلاء شنو تلقي محاضرة عليهم؟ يعني موعظة تلقي على امثال داعش؟ ما يعرفون هذه المواعظ، وجدانهم ضميرهم كل رسالات الانبياء ما فادت معهم. اذا مع هذا ما يمكن انت تلقي محاضرة، في مقابلهم تقف وتستخدم السلاح ايضا، في مقابل السلاح سلاح، في مقابل القوة قوة، في مقابل السيف سيف، على كل حال. لكن كانوا زهاد ما يردون الدنيا، وما كان هدفهم الدنيا، وما كانت الوسائل التي يستخدمونها إلا من قماشة الأهداف. لا يطاع الله من حيث يعصى، عن طريق الخداع، عن طريق القتل، عن طريق الاغتيال، عن طريق شراء الضمائر. ما كان يريد لا الإمام علي ولا من سبقه من أولياء الله كانوا يريدون الوصول إلى أهدافهم. وكم من نبي قتلوه، يعني ما كان يعرف يدجل على الناس يكذب عليهم؟ كان ممكن، لكن لأنه كان صريحا ولأنه كان صادقا مع نفسه كان يخسر دنياه، مو مهم عنده، يريد يهدي الناس إلى صراط الله. نأتي إلى ما بعد النبي. إخواني، الشيء الذي لا شك فيه، إحنا وظيفتنا شنو تجاه النبي وتجاه أوصياء النبي؟ هم أبطال، هم ذهبوا إلى ربهم، من كان على صلاح فذهب إلى ربه وحصل على أجره، ومن كان منافقا أيضا حصل على جزائه. إحنا من نريد لا أعمال الإمام علي تأتي في صحيفة أعمالي ولا صحيفة أعمالي تكون للإمام علي. لما نتكلم عن الإمام علي، عن بطولاته، عن زهده، عن عدالته، عن كل ما ظهر منه من مواهب، فإنما لأن الإمام علي بالنسبة لي حجة علي قبل أن يكون حجة على الأعداء. سينصبه الله يوم القيامة ميزانا، السلام عليك يا ميزان الأعمال، فيقيس عدالتي بعدالته، وصلاتي بصلاته، وصومي بصومه، وشجاعتي بشجاعته. ميزان الأعمال حجة، أمين الله في أرضه وحجته على عباده، كما نقرأ في زيارة أمين الله. فلما نعرف الإمام علي حتى نعرف شنو لازم نسوي، مو فقط نفتخر بالإمام علي أنه كان بطل شجاع عظيم كريم عادل، كل هذا صحيح. أنا شنو؟ أكو في المثل بالفارسي يقول من أنا كرستم فعلى وانس، أنا ذاك اللي رستم كان بطل، أنت شنو؟ أنت شنو؟ فلان كان الإمام علي بطل، زين أنا شنو؟ إمام علي كان عادل، أنا شنو؟ إمام علي كان كريم، أنا شنو؟ هذا حجة علي، سيكون حجة علي. الإمام علي سلام الله عليه حينما نتحدث عن بطولاته، عن تحمله للمسؤولية، عن أخلاقه الفاضلة، عن شجاعته، عن عطائه، عن زهده، لأن هذه الأشياء لازم احنا نتعلم من عنده ونمشي وراه. الآن وإنكم لا تقدرون على ذلك، ياخذ إيد كميل ابن زياد من أصحابه الخلص، صاحب هذا الدعاء، دعاء كميل المعروف، يخرجه إلى الجبان، إلى المقبرة، ثم يتكلم له: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعى. يا كميل، ألا وإن، يعني كل ما يتكلم لكميل يتكلم إلي، يتكلم إليك، أو لواحد من أصحابه حينما يتكلم أنه: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني. ساعد، حاول. أنت لما تمشي بالشارع وتقول ولي علي، مولاي علي، أنت لازم تكون نموذج ولو صغير من الإمام علي. ليكون أنت نموذج لمعاوية وتقول علي بن أبي طالب ولي؟ ما يصير هذا. مثل ما واحد يبكي على الإمام الحسين ويهتم بقضية الحسينية، لكن ما يحاول أن يقلد الإمام الحسين في شيء، يعني هذا شنو؟ يعني عمل عمل يزيدي وخطاب خطاب حسيني، شعار شعار حسيني، لكن مو مؤمن حسيني. المطلوب، والحديث الليلة والليلة القادمة إن شاء الله عن الإمام علي، ليس فقط
لكي نقول لنا أبطال في التاريخ. أن الإمام علي هو يقول أنه أنا بالنسبة لكم عبرة أن يكونوا عبرا خير من أن يكونوا مفتخرا. أنا أفتخر بآبائي وأجدادي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. شنو آبائك وانت وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قراها؟ انت شو مسوي؟ انت شو من في واقعنا؟ أنا ما أقول أمام الناس، حقيقة بينك وبين نفسك، في بيتك، في خلوتك عند نفسك، لابد أن تجعل الإمام علي نموذجا وتقتدي به وتمشي خلفه. من جملة النقاط اللي تميز أولياء الله الحقيقيين الصادقين عن غيرهم ما ظهر منهم من أمور، وحدها العلم. الفراهيدي يقول عن الإمام علي، يقول احتياج الكل إليه وغناه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. هالعلوم التي ظهرت من الإمام علي، هذا نهج البلاغة الشمة. شريف الرضي رضوان الله تعالى عليه اختار نماذج من بعض خطب الإمام علي سلام الله عليه وضعها في نهج البلاغة. زين، سؤال: الإمام علي لو ظهر الآن وخرج من قبره وجاء إلى هنا، وأنتم جالسين تحت منبرة تسمع علي بن أبي طالب فيه يقول، راح يختلف الكلام اللي يقول عن اللي قايله سابقا؟ يعني إذا كان يدعو الناس إلى تقوى الله عز وجل، ما يدعوهم إلى تقوى الله، يدعوهم إلى تحمل المسؤولية، ما يدعوهم إلى تحمل. هذا علي بن أبي طالب، هذه كتبة، هذا خطاباته، هذه كلماته، هذه حكمة، هذا علمه، روح وراء وشوف إمامك شي يقول، شي يريد من عنده حتى تحشر معه. في جانب العلم ما أريد أتوسع حقيقة، لأنه مع أنهم منعوا الحديث، معاوية يطلع فرمان مرسوم جمهوري، ماكو يقول له يعني ما يحتاج مراجعة الشعب والشعب يوافق على هذا المرسوم. انظروا إلى من روى حديثا عن أبي تراب فألغوه من الديوان، يموت من الجوع بعد، خلاص ما معترف به، ألغوه من الديوان، بس يقول قال علي مثلا. وسن سب علي على المنابر، مو فقط هذا يمنع الحديث عن علي، لازم تسبوه، لازم تلعنه قبل خطبة الجمعة وبعد خطبة الجمعة. إلى عهد عمر بن عبد العزيز 80,000 مسجد يلعن علي، مع أنه منعوا مع ذلك علوم الإمام علي ملأ الخافقين. هذا شغل الله حقيقة، هذا مو شغل البشر. يعني بعض الأمور أنت لما تلاحظها أنت أدلة وبراهين مادية إلها ما عندك، حقيقة ما عندك أدلة وبراهين. وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طرقات مكة، هي مكة اليوم مدينة صغيرة، فكيف ذاك الوقت؟ ذاك الوقت كل المسجد الحرام عبارة عن 600 متر مربع بس، كل المسجد الحرام، ومكة أم القرى، هي قرية بس أكبر من بقية القرى. يوم اللي يقرأ هاي الآيات القرآنية الكريمة في طرقات مكة وأزقتها ضيقة ويمنعون الناس من الاستماع له. اليوم 80 إذاعة فقط إذاعة القرآن، ما في مكان ما في قرآن، حتى الجيش الأمريكي يطبع القرآن المترجم وأنا شايفه للمسلمين اللي في الجيش الأمريكي. يعني رب العالمين يوصل صوت النبي إلى كل أحد حتى في غرف نومه، ما شغل الله. يوصل علوم الإمام علي، حكم الإمام علي إلى الناس حتى لا يكون حجة للناس على الله غدا. والله ما عرفنا علي عنده كلام، علي عنده حكي، علي قايل شيء ليطلع فر الواحد يدعي هذا الادعاء. وكما قال أحدهم، قال إن أعداءه منعوا الحديث عنه حسدا، وأولياؤه منعوا الحديث عنه خوفا، ومع ذلك ملأ ما بين الخافقين. هذا علم الإمام علي. نجي إلى طريقته وعدالته وزهده في الحياة الدنيا. الزهد وين يبين؟ أول زهد وأهم زهد، زهد في السلطان، زهد في السلطان، لأن آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب السلطان. صديقين
يعني يمكن فرد واحد يكون زاهد في أكله، في شربه، في ملبسه، في كل هذه الأشياء، بس سلطة لا، ما يريد أحد ينافسه في السلطان. الآن سلطان باسم سلطان، سلطان باسم ملك، سلطان باسم أمير، بأي اسم من الأسماء، ما يريد أحد ينافسه في السلطة. أولياء الله زهاد في السلطة، في السلطة زهاد. ولذلك أغلبهم ما حكموا، كم نبي عندنا حكم، كم نبي انتصر؟ قليل. كم ولي انتصر غير الإمام علي والنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا سليمان بن داود مثلا حكم، وإلا من عندهم حكم؟ ما كانوا يردوها، ما كانوا يبحثون عنها، يعني فتوحات ما كانوا يردون فتوحات حتى المملكة مالتهم تزداد نفوسا وأرضا، ما يردوها. ويوم اللي أن تجيهم ما يتعاملون كملوك. الإمام علي يمنع الناس يمشون وراه، إن خفق النعالب خلف الولاة مفسدة للولاة، يعني واحد يمشي وراه يقول شنو عندك؟ شو تريد؟ لا تمشي وراي، امشي روح على شغلك. ما يعجب الأبهة والجلال والسلطان. ملك زاهد مملكة العربية السعودية راح إلى تركيا، تركيا دولة حليفة لهم، 600 سيارة، 600 سيارة، ما أدري شنو يعجبهم يعني 600 سيارة. يوم اللي الأبهة الجلال السلطان هذا يهتمون. الإمام علي يوم اللي يصير يجي بيده يسوي بيت منخوص، هذا بيت ملابسه طمرين بس قطعتين عنده ما عنده غيره، أكله قال جيت شفت جايبين طعام للإمام علي في كوز، خبز يابس مخلي والطين عليه مخلي، كسر الطين اللي على رأس الكوز، طلع اللبن اللي بيه وخبز يابس خلاه بيه، يقول آذتني حموضته. هذا اللبن كان صحيح حامض، طبعا اللبن الحامض مفيد مو مضر، بس يعني ما يستسيغ الإنسان، ذوق الإنسان ما يستسيغ. فقلت للحسن والحسين شوية خلوا زيت بي، قالوا كنا نفعل. ولذلك أخذ الكوز يخلي اللبن داخل هذا الكوز، بعدين يخلي الطين، طين بعد رطب، بعدين يختم عليه حتى إذا كسرناه يعرف إحنا مكسرين. ليلة مقتلة يوم اللي أم كلثوم تجيب للعشاء عبارة عن اللبن والملح، يسألها شنو تردين يوم القيامة؟ يقول وقوفي بين يدي الله. تقول أردت أن أشيل الملح فأشار إلى اللبن، شيل اللبن، خبز وملح، خبز وملح، هذا إفطار ليلة مقتله سلام الله. أشرب في سلطانه، في أبوحته، في جلاله، يشدد على من؟ شدد على أقرب الناس إليه، على عائلته، حتى يرفع عن الناس. إحنا دائما نتحدث عن زهد الإمام علي ونتحدث عن حروب الإمام علي. الإمام علي حكم 5 سنوات، كان الناس يعيشون في رفاهية حقيقية. وقرأوا التاريخ، أولا لم يميز بين العرب والعجم كما فعل الذين من قبل، لم يميز بين قبيلة وأخرى، قبيلة بني أمية لازم يقربهم كما فعل الذين من قبل، أبدا. بني هاشم ما جابهم، حتى حينما ضربه ابن ملجم، لا أنفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل علي، ألا لا يقتل النبي غير قاتلين، ضربة ضربة. سعدوا ويجيبه يحطه في الغرفة يمنى مو بالسجن، ويوم اللي يجيب ولا أكل بحقي عليك، أطعموه ما تطعموني، شو تطلوني تطلو إلهي. هذا يدور دنيا، هذا يدور راحة، هذا يريد يكون نموذج. بقولة جورج جرداق يقول بعض الناس كانوا يجون عند الإمام علي ينصحوه أنه بابا تعال شوف معاوية ترى راح ينتصر عليك، لأنه يشتري ضمائر، لأنه يغتال، إن لله جنودا من العسل، فأنت سوي هالأشياء. جورج جرداق يجاوبهم يقول هؤلاء كانوا يريدون أن يكون علي معاوية، لكن عليا رفض إلا أن يكون عليا. شنو اللي يميز عن غيره من الحكام؟ زهده. ولذلك هو حج على جميع الحاكمين في الأرض على مر التاريخ، على مر التاريخ.
إذا أنت تريد الحق والصلاح ورضا الله، ما دمت حاكم لازم تعيش مع أفقر الناس بيتا ملبسا مأكلا. إن الله فرض على أئمة العدل أن يتساووا مع ضعفة خلقه حتى لا يتبيغ بالفقير فقره. هذا كلام الإمام علي. يقول: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شباب. في عهد الإمام علي الكل كان يأكل البر، طبعا البر كان يعتبر طعام راقي حنطة، بس هو كان يأكل شعير. الكل يشرب الماء الحلو. إلى الآن في الكويت مناطق ما بيها مي حلو، ما يسموه صليبي. إلى الآن في عهد الإمام علي ماكو بيت ما بيه مي حلو، ماكو واحد ما يأكل البر. رفاهية اقتصادية، لكن كان يشدد على نفسه وعلى عائلته. هذا ميزان، تريد ترفع عن الناس شدد على نفسك، وإلا إذا تريد السلطة تكون طعمة لك حسب تعبير الإمام علي وتنافسهم في أمورهم في نسائهم. ولا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم. عينك على نساء الناس، عينك على أموال الناس، عينك على لا 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 لا، بالعكس. أخوه عقيل مسكين، ترى عقيل النبي كان يقول عنه قال: أحب عقيلا حبين، حبا له وحبا لأبي طالب له. يوم اللي أبو طالب صار فقيرا والنبي اقترح على العباس أنه نوزع أولاده، لم يتحملهم، ما عنده أكل يعطيهم أبو طالب سلام الله عليه، كل الصالحين في التاريخ كانوا هكذا. قال: اتركوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. عقيل اكبر من الامام علي، زين. هذا واحد. اثنين، عقيل سلام الله عليه اعمى بصير وعنده اولاد شعث غبر جايين عند الامام علي، جايبهم ويا انه يا عقيل اعطيني. قال: ما عندي اعطيك شيء اضافي، انت واحد مثل بقيه الناس. أصر عليه قال: ما يخالف، بكرة تعال نروح للحيرة. الحيرة نروح هناك، الناس عند الظهر يروحون ينامون بالبيوت، نكسر الأقفال ناخذ من محلاتك. قال: أجئتك سارقا؟ قال: إن تسرق من واحد خير من أن تسرق من جمع. من الجمع أنت تريدني أن أسرق من الأم كلها وأعطي لك؟ مثل ما ترفض السرقة من محلات الناس أنا أرفض السرقة من أموال الناس. يوم اللي أصر إضافي راح جاب له حديده واحماها وقربها الى يده، فصرخ عقيل. فلما احس بحرها: يا عقيل فكلتك الثواكل، اتئن من نار احماها انسانها للعبه. انا مو جاد، انا بس اتخوفك ما لحقك. وتجرني الى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من أذى ولا إن من لظى. شدد على عائلته، على أولاده، على بناته، على نفسه، على إخوانه. هذا اللي يكون نموذج قدوة، وهذا اللي أنت تعرفه ولي من أولياء الله. غير اللي الولي عينه، يعني إحنا نروح وراء ما قال القرآن، أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بأمر النبي بنهي النبي، هذا الأمر اللي أجل النبي. شي يقول عن الإمام علي؟ ما الذي قال عن الإمام علي؟ هسه كلمات مدح للإمام علي مقامات عند الله نخليها. أقضاكم علي، أعدلكم علي، أعلمكم علي، هذه الكلمات هم موجودة. إحنا لما نريد نتبع واحد بشنو نتبعه؟ بعلمه، معرفته، فيما ارتبط بالدين، علم بما يرضي الله وما يسخطه. هذا واحد. اثنين، عدالته، صدقه، انه ما يكذب كل اللي يقول صحيح. ثلاثه، عمله، اعتباري حجه. اقضاكم علي، اعلمكم علي، اعدلكم علي.
الآية القرآنية، القرآن لما نقرأ فيما يرتبط بالأنبياء والأولياء تعيين إلهي، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وسببناهم، شلون؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، كانوا عابدين لله، ما كان يتخذ هواه إله، ما كان يعبد الدينار والدرهم. وجعلناهم، احنا جعلناهم. قال اني جعلك للناس اماما، الله عين ابراهيم النبي كامام، الله يعينه مو الناس يعينوه، الناس واجبهم انه يتبعوه اذا كانوا يريدون رضا الله عز وجل ويريدون الجنه. كلمات النبي في حق الامام علي فيما يرتبط بالناس تبتدئ ولا تنتهي، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة شنو يعني، جيب هاي الكلمات في جميع الكتب. إذن حينما نتحدث عن الإمام علي لا نتحدث فقط عن بطل نفتخر به. شوفوا مثلا تحمل الإمام علي للمسؤوليات في أصعب الظروف، ثورات يوم اللي تنجح كل الناس يجون عليها، لكن إذا شفت واحد يوم اللي الثورة بعد مناجحة، الثورة أن تكون من الثائرين على الظلم والطغيان يعني سجن، يعني مصادرة حقوقك، يعني الهجرة من وطنك، يعني خسارة كل شيء، هذه علامة أنه هذا إنسان صادق، إنسان صادق في أموره. الإمام علي في مكة تضحياته هواية، عند من جمل قضية منامة في مكان رسول الله. طبعا احنا اليوم نعرف أن النبي ما قتل والإمام علي ما قتل، لكن احتمال أن يقتل لأنهم كانوا يردون 40 سيف متعطش حول بيت النبي، ولذلك يطلبه ويقول يا علي، نزل علي جبرائيل وقال ترى اطلع اخرج، ما تكافلك أبو طالب رضوان الله عليه، فاخرج من مكة اطلع بعد، ما عندك واحد يدافع عنك ويقف سد أمام كفار قريش، فأنت تعال نام مكاني في سلامة من ديني، قال لي في سلامة منك، عرفت اي مخال يجينا. اكثر من هذا، النبي يوم اللي يهاجر يبقى في مكة، انت تعرف يوم اللي يجون سلطات الظالمة يردون يعتقلون، فلا الواحد ما يحصلوا يروحون على منه اللي صاير مكانه، الامام علي بقي بعد رسول الله لانه كانت امانات عند النبي ولازم يوصلها الى اصحابه، النبي كان امينا، والمشركون في زمن النبي في مكة كان يخلون أمانات عنده، لازم يوصل الأمانة ولازم يأخذ وياه الفواطن ويجيبهم، هاي قولة واحد كان يقول مغامرات، مو مغامرات، تضحيات، تضحيات. وفيما بعد في عهد النبي كلما أوقدوا للنار حربا قذف ابن عمه في لهواتها كما تقول الصديقة الطاهرة. في الحروب الإمام علي وين كان؟ آخر شيء شارك، شفت فرد كتاب ضخم كان مجلد قول أخلاق الصحابة، بحث على قضية الشجاعة، أدور لي الشجاعة عند أصحاب النبي حقيقة. أنتم من عندهم تقدر تقارن بالإمام علي؟ أفتخر بالإمام علي شجاع مسألة، وأن أخذ بعض شجاعته مسألة أخرى، خلت أتعلم من عنده. يوم من الأمر يدور بين حق وباطل، اختار الحق والحق يحتاج الى شجاعه، استخدم الشجاعه، ويعني ما اخاف، ما اعمل الخوف. شفت جاي عن فلان خليفه، واحد من الخلفاء الذين سبقوا الامام علي، يبين شجاعته وين؟ اعرابي مسكين اجى عند النبي قال اعدل يا محمد اعطني من مال الله فانه مال الله وليس لك، جرد السيف ماله يريد قتله، مسكين اعرابي هذا السيف مالك وين كان في معركه احد؟ في معركة بدر، في معركة الخندق، في معركة الأحزاب، وينها شجاعة على فرد واحد معيدي مسكين أعرابي جاي برضه فالكلمة قالوا للنبي، شجاعاتهم من هالنوع، من هالنوع. ولذلك حينما أعطى الراية للأول والثاني رجعوا وكل هم وأصحابه يجبنهم ويجبنونه، لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
معركة الأحزاب معركة الخندق. هذه المعركة كانت جدا خطيرة على رسول الله، لأن كفار قريش تهيئوا لها جيد وأجلوها فترة. وقبلها معركة أحد اللي انهزم المسلمون لكن مو هزيمة كاملة، وانتصر المشركون لكن مو انتصار كامل حقيقة، وإلا كان ممكن. زين، وقتل حمزة وقتل 73 من شهداء أحد. معركة الأحزاب جت وراها، كل الأحزاب اتفقوا، وداخل المدينة أيضا فئات ومن أتباع ديانات أيضا اتفقوا وياهم، يعني وضعوا النبي بين فكي كماشة. هسه عمر بن ود العامري فارس يليل اللي كان حسب التاريخ سابقا كان شلون يقيسون شجاعة الفرد؟ يقولون رجل بعشرة، لو عشرة يهزمون عليه يقدر عليهم يهزمهم، رجل بعشرين، رجل بمئة. كان يقال عن عمر بن ود رجل بألف، وفعلا في التاريخ اكو مره ألف واحد هجموا عليه واستطاع ان يهزمهم، طبعا مو قتل الألف، لكن يوم اللي فد واحد شجاع بالنتيجه في زمن السابق ومو من بعيد يطلق النار، انما لازم يوصل الى ويرفع السيف ويتبارزان بالسيف. هذا عبر من الخندق، عبر من الخندق ويناديهم تعالوا يلا، مو انتم تقولون الجنه لكم كذا. النبي يقف امام اصحابه، من ياتيني براس عمر اضمن له الجنه؟ فيقوم الامام علي، انا يا رسول الله، اصغرهم سنا 23 سنة 24 سنة مو أكثر، أنا يا رسول الله، يعني بالعشرينات عفوا. اجلس إنه عامر. جلس الإمام علي. كل المؤرخين يذكرون أن الجميع كان ساكتا كأن على رؤوسهم الطير، إذا فد عصفور قعد على راسك وأنت ما تريد الطيران، ما تتحرك، كأنه أنت تمثال. شايف هذا البوليس مال قصر بكينغهام في بريطانيا اللي واقف الشكل كأنه تمثال، حتى رموش عينه ما يحركها، كأن على رؤوسهم الطير. ليه؟ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، يعني صار عندهم سوء ظن بالله. تظن آيات قرآنية وتظنون بالله الظنون. مرة ثانية، ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز. عمرو بن ود من نبذة يقرأ شعر ويضحك ويستهزئ بالمسلمين، والنبي يريد واحد يقوم، رجل المهمات الأصعب، هذا معناه ولي من أولياء الله، ما يريد الدنيا، انقتل خلي انقتل خير إن شاء الله. مرة ثانية، من يأتيني؟ أنا يا رسول الله. اجلس إنه عمرو. مرة ثانية، اجلس إنه عمرو. قالوا أنا علي. هو عمر، انا علي. قال تعال، ماكو غيرك، ماكو غيرك، تعال. فالبسه عمامته، قلده زيد، خرج علي مهرولا كانه يركض الى عرس ليروح يقابل من يقابل الفا، وذاك راكب على فرسه وهذا اللي يمشي. وصل عنده، بعدين يوم اللي وصل عنده ما نسى رسالته، ما نسى. شوف النبي، تاريخ النبي اقرا، يكتب رسالة إلى أمير البحرين، يكتب رسائل إلى كسرى عظيم الفرس، إلى قيصر عظيم الرومان، إلى فلان. ترى ما كان يهم من عدم سلطات، أسلم تسلم، ويوم اللي يسلم يطير ملك بيده. يقول لك صير عاقل، صير عادل، لا تظلم الناس، هذا هو اللي يريد. الرسائل اللي يرسلها لا يريد منهم سلطان، يريد يهديهم. يعني مثل ما رب العالمين حينما أرسل موسى وهارون إلى فرعون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. حتى الله فرعون كان يريد، حتى فرعون يريد يهدي. في يوم اللي قابل الإمام علي يقول أنت، أنا سامع ماكو أحد يطرح عليك ثلاث حاجات إلا وتستجيب لواحدة. قال لي صح، انت منو؟ قال انا علي. وابن منو؟ ابن ابو طالب. ابو طالب كان صديقي. انا ما يعجبني اقتلك. الامام علي قال انا يعجبني اقتلك، تعال باطل وجال معتدي، مكه وين؟ مدينه وين؟ شردتونا من بيوتنا، صادرتوا بيوتنا، صادرتوا اموالنا، شو فايدك جاي علي؟
ما تريد تقتلنا أنا أقتل. مو هدف قتل في مقابل هؤلاء، هذا هو المنطق. يلا أما آمن ابن عمك، هذا ابن عمك النبي يعني، حينما أرسلك إلي أن أشيلك برمحي هذا بين السماء والأرض، لا أنت حي ولا ميت، أنا ما يحتاج أقاتلك، أضربك بالرمح أشكل أشيلك ألعبيك بالهواء. ما آمن ابن عمك، قال أرسلني ابن عمي، إن قتلتني كنت في النار وكنت في الجنة، وإن قتلتك كنت في الجنة وكنت في النار. حق باطل، قضية انتصار وهزيمة. قال كلتاهما لك يا علي، أقتلك وتقتلني، أنا في النار وأنت في الجنة، تلك إذا قصة ضيزع. زين شنو عندك؟ أول شيء تعرس المسلم، تعرس الخشن. اثنين، حتى الإمام الحسين في كربلاء حاول يهدي عمر بن سعد. اثنين، قال لك قول غيره، قال ترجع لا لنا ولا علي. قال لها حتى نساء قريش قاعدا في مكة ويقول لهم عمر بن ود شرب من أمام الشباب، شاب صغير ما سوى. قال الثالثة نقاتل. أنا ما أقدر أفصل. في نهاية المطاف علي رجل المهمات الأصعب مو المهمات الصعبة. إذا رأيت أحدا يشرد من المسؤولية، هذا مو ولي من أولياء الله، المسؤولية يتحملها إلى آخر، هذا الكلام اللي يقال آخر رجل آخر قطرة دم، على من تنطبق؟ تنطبق على الإمام الحسين. وإلا في التاريخ إحنا شقد شفنا يساريين ما أدري كذا أبدوا بطولات آخر لحظة شاف لا كل ده يخسرها تراجع، صار ويا السلطات الظالمة. لا، ما دام ماكو طريق إلا هذا خلاص يا سيوف خذيني. هذا طبعا مو كلام الإمام الحسين، هذا شعر. إن كان دين محمد لم يستقم أو لا يستقيم بغير قتل يا سيوف خذيني. على كل حال، مقام الأولياء مقام يعينه الله عز وجل، وعلينا أن نكتشفه لنتبع الولي في حياتنا حتى نكون معه في آخرتنا، بشرط أن نكون معه في دنيانا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.